مزبوط بس ب$4. دينكم بتقلبي اكبر مستورد بلبنان لبديل الخشب ولبديل الرخام. قصه شحنه جديده من بديل الخشب لعندي مليانه نقشات واشكال جديده واسعار ولا اروع، واكيد تجار الجمله مش ناسيينكم. ب$4 بس هيدا بديل الخشب الجديد. شايفين هدول النقشات الحلوه 92 15 سنتي مزبوط بس ب$4. والكواليتي اللي انتم متعودين عليها موجود منها كل هود النقشات اللي كانت ب$4.85 صارت ب$4.50 بس، مترين وتسعين ب16 سنتي. والمفاجأة الأكبر نقشة موجودة بس عند deal.com.lb، هيدا المدور المبروم في منه كل هود النقشات ب$5 بس، مقاس اللوح 92 ب15 سنتي. للي حابين يجددوا وللتجار وللي بيركبوا صار فيكم تجوا على بيروت منطقة الحمرة او على صيدا على الاوتوستراد الشرقي. واكيد ما بيكمل ديكور الحيط الا مع بديل الرخام. مثل ما شايفين في قد ما بدكم نقشات، مقاس 60 ب60 بدولار واحد و60 ب90 بدولار ونص. شو بعدكم ناطرين واهلا وسهلا فيكم.